يحتفل بعيد ميلاده وسط أبناء لم يلدهم وفوق أرض لم يولد بها. إنه الشيف ماركوس إيتن الذي توزع عشقه بين الطهي وأرض مصر. عشقت عظمة تاريخ مصر، كما وجدت فيها فرصة مميزة في مجال الطهي. الناس هنا طيبون جدا وطموحون ويعملون بجد، وقد أحببت قرية تونس بمحافظة الفيوم حتى قررت أن أعيش هنا، فأسست مدرسة لتعليم فن الطهي. حبيت الفكرة كاستفادة لي في البيت، وبعد كده دلوقتي أنا مش بشتغل، فقلت هبدأ شغل. المجال هنا في تونس واسع، مجال المطاعم وكده، فمتاح لي أروح أي مطعم. تعلمت الأساسيات طبعاً، تعلمت أن الطبخ ده عبارة عن فيزياء وكيمياء وأنه مش حاجة سهلة أصلاً. يجب أن أطمح دائما للأفضل في مطبخي وبين تلاميذي، هكذا علمني أفضل الشيفات في العالم كيف أصنع وجبة مثالية. بدأت معه بقى في المدرسة دي وفي امتحانات وفي بقى حاجات ما خدناش هنا برضه في المطبخ، عطانا في المدرسة وإزاي تتعامل مع السكين وإزاي تتعامل مع كل حاجة يكون نظيفة، يكون مترتبة صح، يكون كل حاجة في مكانها. من سويسرا أرض الجمال إلى مصر أرض التاريخ والحضارة، رحلة قام بها شيف ماركوس استمرت لنحو 40 عاماً. كان خلالها حبه للطهي رفيقه الذي يحرص على تقديمه للجميع، حتى صار اليوم مدرسة لتعليم فن الطهي. وبجوار مدرسة الطهي أسس ماركوس مع زوجته مطعماً يقدم تجربة فريدة لزواره، حيث يمتزج جمال الطبيعة بالطعام حتى في الأطباق والأكواب. الفخار بيظهر مدى جمال الطبق المحتوى اللي فيه، وفي نفس الوقت العكس، يعني لما الناس بتشوف بولة ولا طبق، فهي مش كل الناس عندها الفكرة هي ده ممكن يستخدمه في ايه. في هنا فناجين قهوة، كانت أول مرة أشوف الشكل ده، عجبني قوي بصراحة، أنا مكنتش عارفة إن في حاجة زي كده أصلا، فلا انبسطت جدا، يعني كانت حلوة قوي قوي. المطعم حلو قوي من ناحيتين، يعني أول النظافة عالية جدا ودي مهمة جدا قوي، وأكل صحي جدا. بجانب الطعام الجيد يحتاج المرء إلى خدمة جيدة يشعر من خلالها العملاء بالراحة ويستمتعون بوجباتهم. أرى أن على المرء أن يعود إلى الطبيعة، حيث الطعام الصحي الطازج بعيدا عن المعلبات والمواد الحافظة. حتى المذاق يجب أن يكون طبيعيا وليس مضافا إليه نكهات تغير طعمه. لم تكن هذه المدرسة هي الأولى التي يؤسسها ماركوس، بل أنشأ جمعية الطهاة المصريين منذ نحو 20 عاماً، والتي أسهمت في تدريب آلاف الطهاة ورفع كفاءتهم. لا ننكر طبعاً أن ماركوس إيتن كان ليه دور مهم جداً لينا احنا كشيفات. يعني أولاً منذ إنشاء الجمعية احنا في أعضاء كتير انضموا للجمعية، واحنا بقالنا فوق 21 سنة. النهاردة معايا احنا لينا كيان في مصر، بقى لينا وجود في مصر، وده طبعا اكيد السبب ليك ماركوس إيتن. معايا ماركوس إيتن حارب كتير بانه يحط لنا صفة في المجتمع المصري. معايا ووجود في وسط التنافس الكبير معايا اللي حوالينا. وفي طبق الكشري وجد ماركوس ترجمة لفلسفته الخاصة في المطبخ وانعكاسا للثقافة المصرية التي يحبها. الطعم واحد دائما لا يتغير، فالكميات ثابتة، وصلصة الطماطم لا يتغير طعمها، وكذا البصل المقرمش. هذا هو مفهومي للاحتراف في الطهي، لا تحتاج إلى طعام غالي الثمن، فقط يكفيك مجرد طبق من الكشري مصنوع بمهارة. We like the country. We actually feel in Egypt there is more freedom. نحن حقا نحب مصر ونرى فيها أرضا للفرص والابتكار وتنمية المهارات.
أعتقد أن ماركوس سيكمل ما بدأه رغم أنه وصل إلى سن التقاعد، وسيستمر في مساعدة الشباب المصري الراغبين في تعلم الطهي. يمكن حاول ماركوس في سنة من السنين أنه هو يسافر، وقال خلاص وفضى كل حاجة في مصر وسافر، وأنا أتذكر دوت وودعنا وخلاص رجع سويسرا. بعد سنة رجع تاني ورجع لنشاطه تاني، وقال لك ما أقدرش أستغنى عن مصر يعني. ربع قرن من الزمان قضاها ماركوس في مصر، وصار له تلاميذ يعتبرونه بمثابة أب للطهاة في مصر. ورغم أنه تجاوز 65 عاماً، إلا أنه ما زال يقدم الكثير لمصر ومهنة الطهي.